الأصحاح الثاني. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم، أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل. فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له. ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله. فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي: من مصر دعوت ابني. فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا. فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء: يدعى ناصريا،